وإذا تابعنا الأمر ربما الأمور كلها مرتبطة بتحركات تنظيم الإخوان حاليا وما يحاولون إحداثه في الشارع المصري قبل الاستفتاء على الدستور. هافينغتون بوست: سر تحول المصريين ضد جماعة الإخوان بعد عام واحد من توليهم السلطة. هذا يذهب إلى تحليل للموقف المصري والتحول أو التغير وإعادة تقييم جماعة الإخوان أو تنظيم الإخوان بعد رؤيتهم لمدة عام في الحكم. يعني هو التقرير بيحاول أن يرصد صورة إجمالية لأسباب الفشل الإخواني وأسباب تحول المصريين عنهم، وبيدي نماذج لأنه فشل السياسات الاقتصادية والتركيز على تمكين الرجال التنظيم في مختلف أنحاء أو في أجهزة الدولة وفي المستوى المحلي من أسباب خروج المصريين ضدهم في 30 يونيو، ونفس الوقت هناك فشل من الجماعة في استيعاب هذه النقطة وفي استيعاب الغضب الشعبي وتصوير الأمر على أنه مؤامرة. التقرير يعني بيرصد هناك صراع في مجمل الحركات الإسلامية في المنطقة العربية، من يريد تطبيق قيم الإسلام ومن يريد تطبيق الشريعة، ويعني هو بيخلص لأنه هناك هذا الصراع صراع قائم ومستمر. الأطراف التي حاولت المزج بين الاثنين أو محاولة أنها التوفيق فشلت، وخاصة تنظيم الإخوان في مصر، أنه ليبيا على سبيل المثال تحولت الجماعات الإسلامية خاصة بعد الفشل اللي حصل في لجماعة الإخوان في مصر من المطالبة الصريحة بتطبيق الشريعة للقبول بمسألة قيم الإسلام في المجتمع، يعني حصل ترشيد لهذه التيارات، مع العلم أنه التقرير بيقول أن هم أغلبهم لا يعرف ماذا تعني بالشريعة عندما في التطبيق. هو شايف أنه صعود الإسلاميين في الحالة المصرية وفي معظم الحالات في المنطقة العربية وفي أيضا خارج المنطقة العربية، صعودهم مرتبط برفض السياسات الأنظمة السابقة، وأيضا رؤية أن الشريعة هي الحصن ضد الفساد والقمع واحتكار السلطة، ولكن تجربة الإخوان المسلمين في مصر ضربت هذا التصور في مقتل نتيجة الممارسات التي حدثت في عام كامل لم تركز سوى على تمكين التنظيم. اختلفت هذه الرؤية لهافينغتون بوست عما هو يعني المركز الأساسي أو نقطة التركيز الأساسية لباقي ما استعرضناه من مقالات أو من أخبار، لأنها ذهبت إلى تحليل أداء الإخوان خلال عام أو أسباب هذا التحول ضدهم في المجتمع المصري. هو في نصيحة بتوجهها التقرير إلى الحركات الإسلامية والتيارات الإسلامية في المنطقة، أن تتبنى سياسات تشمل الجميع وأن تبتعد عن الإقصاء، الإقصاء الفكري، يعني معنى أنه هو مش من لا يتفق معه في الرؤية هو يراه خارج على الدين وخارج على الإجماع، وبيرى أنه القبول بتطلعات الجماهير يتطلب منها أن تتبنى سياسات أكثر شمولية في المجتمع.